السلام عليكم ورحمة الله. شنو هو أفضل برنامج أنتي فايروس؟ سؤال يسأله أي مستخدم الكمبيوتر، والسؤال هذا ما لهش إجابة ثابتة، لأن يعني كل فترة وفترة تختلف، والبرنامج اللي يكون مسيطر مثلا في النصف السنة هذه ممكن في النصف الثاني ما يكونش هو أفضل برنامج. فلذلك هنأخذ اليوم اختبار للربع الأول لسنة 2015 ونشوف شنو هو أفضل برنامج لأول 3 أشهر من عام 2015 بناء عليه اختبارات معينة حنوضحها لكم بالتفصيل. الاختبارات اللي حنستخدمها في فيديو اليوم قامت به منظمة غير ربحية تسمى أنتي فايروس كومباراتيف، تنفذ في اختبارات على برامج أنتي فايروس بعد كل 3 أشهر، أي أن كل ربع من السنة في اختبار جديد وفي تصنيفات جديدة للبرامج، بحيث نتحط البرنامج في بيئة اختبار ريل وورلد، أي نفس البيئة اللي يتعامل معها المستخدم العادي للكمبيوتر. أنه يحمل برنامج فيه فيروس، برنامج ملغم، أو برنامج فيه أداة تجسس أو غيره، يعني زي السيناريوهات اللي مر بيهن أي مستخدم كمبيوتر. وعلى ضوء الاختبارات هذين تصنف في البرامج تعطي فيهن في الترتيبات. فنجون نشوفوا مع بعضنا ترتيبات البرامج لشهر 3 أو شهر مارس 2015. فزي ما نشوفوا في الصورة قدامنا عندنا برنامجين اكتشفن جميع الفيروسات اللي تعرضا لهن في الاختبار، اللي هو برنامج أفيرا وكاسبر سكاي. تحت مباشرة كان في عندنا باندا وبت ديفندر، وما بين الأربع برامج اللي سميتها في الأفيرا بس هو اللي عنده نسخة مجانية صالحة استخدام دائما، يعني مش محدودة بمدة معينة، بينما البرامج الأخرى عندهن نسخة تجريبية لمدة 30 يوم تقريبا أو أقل. في حالة إن عجبك البرنامج تشري الرخصة الأصلية، ورخصة البرنامج الأصلية تكلف ما بين 20 إلى 60 دولار حسب الباقة اللي بتشريها البرنامج. أيضا شيء ثاني اللي لاحظوه في الصورة هو الخط الأبيض عند نسبة 85%، هذا هو الخط الخاص ببرنامج مايكروسوفت إسنشال، هو برنامج اللي يجي مع الويندوز 7 ويعرف في ويندوز 8 و 8.1 ببرنامج ويندوز ديفندر. نسبة حمايته هي 85%، إنه 85% من الفيروسات اللي تعرض لنا في الاختبار قام بصدها، فلذلك كان هو المعيار الأساسي في المقارنة هذه. زي ما نشوف أن جميع البرامج أدائهن كان أفضل في اكتشاف الفيروسات، لكن النسبة مش كبيرة، يعني ما بين 85% إلى 90%، نسبة بسيطة يعني. بالنسبة للقائمة اللي قدامنا، أنا كنت استعمل في برنامج مايكروسوفت سوفت سيكيورتي إسنشال اللي يجي مع ويندوز 7، وانتقلت بعدها للبرنامج تنسنت اللي هو ثالث برنامج على اليمين في الصورة. نسبة اكتشاف أخطاء كانت 99.6. لما غيرت البرنامج هذا ودرت سكان في الجهاز، اكتشف فيروس واحد بس زيادة على المايكروسوفت سيكيورتي إسنشال، يعني ما كانش فرق كبير بيناتهم، لكن المميز في مايكروسوفت سيكيورتي إسنشال إنه كان خفيف على الجهاز، ما يسببش في لاج أو أي مشاكل، أو ما يستهلكش موارد كبيرة من نظام وقت ما تدير سكان أو أي شيء، فكان ممتاز بالنسبة للجيمرز، يعني حتى ما يسببش في لاج، ما يديرش في أبديت وأنت تلعب. المشكلة هذه صارت لي مع برنامج أفيرا، وهي اللي خلتني ننتقل لمايكروسوفت سيكيورتي إسنشال. كنت استعمل فيها أفيرا، لكن المشكلة إنه حتى لما تخش على الجيم مود اللي في البرنامج احيانا ندير في ابديت وانت تلعب، فكانت مزعجه شويه الحركه هذه، بالرغم من ان افيرا نسبه اكتشافها 100%، لكن اضطريت ننتقل مايكروسوفت سيكيورتي اسنشال للمشكله هذه. بالنسبه للتنسنت جربتها تجربه شخصيه، هو افيرا كويسات وما يستهلكنش في موارد كبيره من النظام، ما يسببنش في ضعف او بطء في الجهاز، وتنسنت ما يسببش حتى في لاج وانت تلعب، يعني ما يستهلكش من الانترنت، لكن زي ما قلت ان افيرا كانت مشكله اللي فيه انه يدير في ابديت احيانا وانت تلعب. بس المشكله هذه كانت في 2013، النسخه اللي نحكوا عليها احنا في 2015، فممكن تكون المشكله هذه انحلت مع البرنامج. الخيار النهائي يبدا هو خيار لك انت، شنو هو البرنامج اللي تريح معه اكثر. وزي ما قلت لكم ان مايكروسوفت سيكيورتي اسنشال او الويندوز ديفندر برنامج ممتاز، ونسبه اكتشاف الفيروسات 85%، يعني مش نسبة ضئيلة، حيكتشف لك أغلب الفيروسات اللي حتمر بهن. وزي ما قلت لكم أن الفرق كان بينه وبين برنامج تنسنت اللي نسبة 99.6 كان فيروس واحد بس، يعني مش نسبة كبيرة مقارنة بخفة البرنامج وأنه ما يسببش في أي ضغط على الجهاز. الشيء الثاني في الصورة تنتبهوا له هو الإنذارات الخاطئة أو False Positives، اللي هن الملفات اللي ما فيهنش فيروس لكن البرنامج يقول لك أن فيها فيروس. زي ما تلاحظ ان اكثر انذارات خاطئه كان في برنامج اف سكيور وفي برنامج ترند مايكرو وبعدها برنامج مكافي، بينما البرامج اللي ما اكتشفنش بالخطا فيروس، يعني ما قالنش ان الملف هذا فيه فيروس وهو ملف نظيف ما فيش اي مشكله، كان برنامج افيرا، بت ديفندر، كاسبر سكاي وسوفس، هذين البرامج واي في جي، هذين البرامج ما عطنش انذار خاطئ، كان انذاراتهم كلهن صحيحه وعلى ملفات فيهم فيروسات حقيقيه. فهذه هن البرامج المشهورة والسائدة في العالم
الخيار يبدأ هو خيارك أنت، أهم شيء أنه يكون برنامج يوازن ما بين الحماية وما بين الأداء، هذه هي أهم شيء. إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم ومتلاقوا إن شاء الله فيديو جاي. في أي سؤال اكتب لي في التعليقات سواء على اليوتيوب أو تويتر أو فيسبوك على صفحة gaming.ly. شوفوكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.